السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا مزيانين وفي أحسن حال. الفيديو ديال اليوم هو كيف ما كتشوفوا معنا عبارة عن تحلية. هاد التحلية يمكن لكم ديروها العشاء من بعد الغداء، المهم اللي يعجبكم. أنا غنشارك معكم الفكرة. وكان شنو غنحتاجوا فيها؟ غادي نحتاجوا بيمو، يعني كوكيز، أي نوع ديال شي بيمو يكون فيه شوكولات. من الأحسن كيجي كوكيز كيجي بنين. غادي نحتاجوا واحد ساشي ديال الفاني، جوج دانون، دانون من الاحسن يكون ديال فاني، ولا خذوا هاد الدانون بحال هكا ديال الدراري صغار. وغادي نحتاجو تقريبا كاس صغير ديال داناب بحال عصيري اللي كنعطيو الدراري صغار. تاهو المهم غنخلطوا هاد الدانون وفاني وهاد داناب مع بعضياتهم هنا في هاد السلافه ونوريكم الطريقه. كيف ما قلت لكم سمحوا لي الا كنت كنقطع الفيديو غير على قبل الصداع. صافي كبيت هنا هذاك داناب اللي هو داك عصيري صغير. غادي نزيد معاه واحد فاني، ها هو. وغادي ندير معاه هاد الطابينو ديال الدراري صغار، ها هو. ندير جوج على حسب بالنسبه لهاد المكونات اللي كنعطيكم انايا ديال يعني الناس بحال هكا، يعني اسره فيها تكون مثلا بجوج ديال الافراد، ولا ثلاثه ولا حتى اربعه كاع. اما الا بغيتو تضاعفوا ماشي مشكل، كتضاعفوا كتزيدوا الدانون وتزيدوا من كل حاجه. ها انتما كيف ما كتشوفوا صافي كنحركهم بحال هكا مع بعضياتهم مزيان حتى كي ينسجموا ليا، وفي نفس الوقت كيدوب ليا دوك الحبيبات ديال السكر فاني. صافي في حركة. دابا رانا الطريقه كيفاش غادي نبداو نسجفو. انا غادي نديرو بعدا في هذا النوع ديال الكيسان، ها انتما كما كتشوفوا. فغادي ندير واحد شويه من هذا الخليط، ها هو، غنديرو هنا في الكاس. نتمنى يكون باين لكم. وغادي ندير عليه كوكيز بحال هكا انتما. غادي نبقى غادي بهاد الطريقه، غادي ندير عليه ثاني بحال هكا. عاوتاني كنزيد كوكيز نزيد صافي هانتوما. سمحوا لي هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. وفي الاخر غادي نزينوه، غادي نقول لكم واش غنزينو. صافي غادي نعمر ثاني هذا الكيسان وديك الساعه نعاود نرجع معكم. دابا من بعد ما عمرتهم هانتوما شفتو فيهم القياس، غادي نزوقهم كل باش اللي عندك شي رقائق، مثلا اللي عندك اللوز، اللي عندك الكاوكاو، اللي عندك بيستاش، اي حاجه اي حاجه. انا غادي ندير لهم كوبل بحال هكا هانتوما. عرفوا حنايا الشوكولاط كلشي عزيز عليه، الشوكولاط الصغير والكبير. شي اللي كاين هادو هما، هادي هي التحليه ديالي كما كتشوف، خفيفه ظريفه دغيا كتوجد وسهله وبنينه صراحه والله الا واعره. غير بيمو كما قلت لكم الاحسن ديروا اما ديروا كوكيز اما ديروا اوريو، يعني شي بيمو يكون فيه الشوكولاط ديالو زوين. هادشي اللي كاين. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر في وصفه اخرى. مع السلامه.